الرز بالشعريه المفروض ان كلنا بنعرف نعمله، بس يعني ساعات في ناس بتتساءل مثلا بيعجن ما بيستويش، فانا هحاول كده ان انا اعمله معاكم، ويا رب ان شاء الله تبقى الطريقه سهله وواضحه. يعني انا هنا حاطه معلقتين سمنه وعليهم زيت بسيط، هحط كوبايه شعريه لكوبايتين رز، يعني انا هعمل رز بالشعريه فانا بحب مقدار الشعريه يبقى زياده شويه، فهحمر الشعريه بعدين هنضيف الرز. ده كده بقى لون الشعريه، لون مظبوط حلو قوي. هحط الرز بقى عليه. من الحاجات اللي بتساعد الرز ان هو يبقى مفلفل ومستوي تحميره، لازم نحمره كويس قوي، وكمان نسبه السمنه والزيت بتاعته لما بتبقى قليله ممكن ما يظبطش معانا، لازم تبقى مظبوطه او سنه زياده. التحمير بقى هنبدا نحمر الرز لحد ما الرزات تبيض معانا كده، تبدا لونها ما يبقاش ترانسبيرنت، لا تبقى لونها ابيض. هضيف الملح بقى، وهقلب لسه كويس كمان، وبعدين هضيف الميه. بنحط كوبايه وربع ميه لكل كوبايه رز. ضفت الميه للرز. اتاكدي ان هي هتعمل عقله اهي فوق الرز، عقله صباع ميه. الرز اهو بدأ يتشرب الميه بتاعته. بكون مجهزه اللي هي الصفيحه دي اللي بنوطي عليها النار، لازم تكون سخنه ننقل عليها الرز وهي بقى لها شويه شغاله، ده بيساعد برضو الرز ويساعدها ما تكونش لسه هتبدأ يعني تسخن وهي تحت منه. فانا كده خلاص هوطي عليه 10 دقائق. بعد 10 دقائق قلبي الرز، بصي عليه اهو. من الحلل برضو الكويسه قوي في سوى الرز الستينلس، يعني افضل من التيفال، واسوأ حله ممكن تسوي فيها الرز وخلاص قرب يستوي، اسوأ حله ممكن تسوي فيها الرز هي السيراميك.